ويمضي ولي نحو المجهول لا يعرف إلى أين. يطارده شبح حادث مؤلم يريد أن ينساه. إنه الآن يعرف شيئا واحدا فقط، أن يبتعد، أن يهرب. ماذا ستفعل لو حصلت على مليون دينار؟ مليون دينار؟ والله لسوي الهوايل. وينك يا مذيع؟ ليش بتطلع لي اليوم؟ أنا محتاج لك، أبقي أسألك. مذيع، مذيع، وين راح؟ مثل ما تشوفون قاعدة أعصر برتقالة عشان أسوي عصير برتقال. مرحبا. أكيد فيني شي غلط. وليش معنى كل ما تشوفني يغمى عليها؟ أهلا، وينك أنت؟ طلبتني؟ ربع ساعة وأنا أناديك وأنت ما تسمع. آسف، كنت في الحمام. تحب تشوف شي؟ لا، بس بغيت أخذ رأيك في مسألة. بخصوص؟ ولدي وليد. ايش فيه؟ هو للحين ما رجع؟ دورت عليه في كل مكان، سألت عنه كل ربع بدون فايدة. بلغت عنه الشرطة؟ بلغت كل مراكز الشرطة، المستشفيات، وكالات السفر، مؤسسة الشباب والرياضة، برنامج الأطفال، محلات ماذر كير. ما خليت يا مذيع. أنا دايخ يا مذيع، خايف، ما نام،
وزوجتي باقي شوي وتين. طيب وانا شو اقدر اسوي لك؟ دبرني وجهني. تعال انت تدخل كل بيت، تعرف كل الناس، اسالهم اذا شافوا ولدي ولا لا. شرط عنه اعلان في الجريده؟ لا بس فكره معقوله. شلون فاتتني؟ انت اسمعنا لك، ما شرف على الحلقه واحنا مالين. هذه صدق، هذه ظلم واضح. بس لانك تودي خنفروش حق المخرجه قم سوي لك مشهد في هالحلقه. صدقني صدقني انا ما ودي لها خنفروش. اسمع، تروح تقول لامك تسوي خنفروش، تسوي خنفروش، قول لامك تسوي خنفروش، يمكن المخرجه تحبنا. زين انا باثبت لكم لي اني مو اناني. شلون بابا؟ انتظروا. شبه ولدنا في كل شيء، شكله وويهه وعمره، عيونه، شوف عيونه نفس العيون، نفس النظرات، وشعره نفس الشعر، نفس اللون، كأني أشوف قدامي ولدي. ما تغير، ما كبر. شو اسمك يا ابا؟ وليد. نفس الاسم، نفس الصوت. يشبه ولدنا في كل شيء. ليش ولدكم وينه؟ من احد يسالها عنه تبكي. احد معك ولا بروحك؟ لا بروحي. اهلك وين؟ سفر. مثل ولدنا وحيد. تحب تيجي ويانا؟ وين؟ البيت. بيتنا. بنراويك بيتنا. بسوي لك كيك. ولدنا كان يحب الكيك. ها اتيي؟ اتيي؟ أتمنى الولد كاتب مذكراته بهالطريقة أقدر أتوصل إلى معلومات خطيرة تكشف ملابسات القضية. Thank you.
اعتبر البيت بيتك يا ولدي. العب صارخ كسر ولا تهتم، ما بنقول شيء. سوينا كيك يا ام وليد. ان شاء الله يا ابو وليد من عيوني. استريح استريحي بيامي، ودي اسولف وياك. انا وزوجتي ما كنا نتصور ان بيجي يوم نفرح فيه كذي. رديت فينا نروح يا ولدي، البيت بدونك ما يسوى شيء، كنا خرابه. ليش غبت عنا يا ولدي؟ انا ابو مسعود فنشوك واشتغلت خمام. لا يا ابو وليد، ولدي مسعودو، ولدي مسعودو ضايع ضايع والدورة في الزباله. شو اسوي؟ صحيت من النوم ما شفته، تلفتيت له مني ما حصلته. والله مشكله، ما ادري شو عيال هالايام كله يضيعون. شو اسوي في روحي؟ شو اسوي؟ ها نعيمه وين رايحه؟ بروح البراده. تمشي؟ لا نعيمه، ما شفتي ولدي مسعود؟ كان طالع مع عمه رايحين السينما. اي والله ما اكثر ما انسى انا هالايام. صدق قالوا لي انهم ما بيروحون السينما بس انا نسيت. ايش فيك ابو مسعود؟ ايش فيك هالايام كلها تنسى اشوفك؟ كلها منك يا ابو وليد. Yeah. من ضاع ولدك وانا عيني ما تقفل دقيقه واحده عن مسعوده، كله خايف يضيع او يخطفونه. المسكينه طول النهار تسال عنك وتدور عليك، وفي الليل تجلس في زاويه وتنبح مثل اليرو، وساعات تركب فوق السور وتصيح مثل القطوة. كنت أقول لها لا تصيحين لا تصيحين، باكر بيرجع لنا وليد وبينور لنا الدنيا. اليوم صدقتني، اليوم صدقتني. شوف شلون قد فرحانة. حالتنا كانت صعبة صعبة. احنا الاثنين في بيت كبير بلا ونيس ولا صوت طفل يملي علينا الفراغ، ما نسمع إلا أنفاسنا وصوت الماي اللي نقط تك 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 تك. شهور طويلة وأنا أقول لها صباح الخير، ترد علي وتقول صباح النور، وفي الليل أقول لها تصبحين على خير، ترد علي وانت من أهل الخير. هذه كانت حالتنا يا ولدي. اليوم رحت الجريدة. ايش كنت تسوي هناك؟ طلبت منهم ينشرون اعلان عن وليد. ان شاء الله حد يشوفه ويرجع لنا. ما قلت لك اليوم شفت نمر وانا جاي في الطريق. من النوع الاليف؟ ما ادري، بس كانوا الناس محاصرينه من كل صوب، يبغون يصيدونه مو قادرين. هذا خبر مثير. كل الصحفيين ووكالات الأنباء كانوا هناك يصورون، ولما صادوه حطوه في القفص. ما عض أحد ولا أحد عضه؟ والله ما أدري، أنا كنت في سيارتي وما تجرأت أطلع. وبعدين؟ صح النمر؟ الريال. أي ريال؟ راعي النمر. الناس صاروا يربون نمور في بلادنا. نعيمة؟ نعم. أنا ملاحظ شيء. شنو؟ صوتك. شبي صوتي؟ والله ساعات تراوالي ان في بحة غريبة كنا صوت ريال. انا صوتي كان صوت ريال؟ مو دايما. على متى؟ لما كنت اتكلم معاك الحين مثلا. صج مو عندك سالفة، لا كلمتك ولا قلت لك شيء. واللي كان حين يسألني واجاوبه من خيالي؟ ايش دراني؟ يا مرة انت ما سمعتين وانا تحكي؟ سمعته، كنت تكلم روحك بروحك. يا مرة أنا أكلم روحي وروحي تجاوبني بصوت مختلف؟ إيش بلاش أنتي النيتي؟ أكل يا وليد، أكل يا. كنت دائما تطلب مني أسوي لك هالكيك، تذكر؟
لذيذ ها؟ لذيذ. أخيرا رجع لنا ولدنا. خلص ما راح أطلع وأسأل الناس عنه. ولا راح تبكين في نصايف الليل. وانت ما راح تتهاوش مع خيالك لما يقلبك في الشطرنج. أخيرا انحلت مشاكلنا. انت حصلتي اللي بياكلك الكيك وأنا حصلت اللي يلعب معاي الشطرنج. لحظة وين رايح يا يونس؟ بس المايك المايك نعدل المايك بس شوية. اوكي يلا وصل وصل. اوكي من شوي كنت اقول له البيت بدونك خرابة. صدقت الناس كلهم كانوا يقولون ولدك قرق ومات. ما صدقتهم. قلبي كان حاس انك بترجع. وانا بعد قلت لهم ولدي شاطر سباح شاطر مستحيل يغرق. البحر قدار لكن ساعات يرحم. قلت لك بيرجع وما يحتاج تروحين على السيف تأشرين كل يوم. كنت أكلم البحر. ورا يا ولدي ما تاكل؟ شي بعد. شنو؟ قبل كنت تكمل الصحن كله. لا تجبرين على الأكل يمكن تعبان. تعبان؟ ودي غرفتي يرتاح. قوم معه يا ولدي. أكيد هذي ولدهم لكنه ما يشبهني. وليد احنا بنروح حفلة تنكرية ما راح نتأخر. لا تطلع من البيت يما. نعم حبيبي. خليك معاي لا تروحين. ما يصير يما احنا موعدين الناس لازم نروح. يلا نعيم تأخرنا وهاي. يلا يلا حج الولد. ها وليد حبيت تبني لك شيء برا؟ تذكر غرفتك؟ ما تغيرت مثل ما تركت. كل شيء في مكانه. تدري ان عيد ميلادك باكر؟ اي 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 خصص لي صفحه كامله. شلون ما يصير هذا تحقيق مهم. طيب شي صفحه من الرياضه. ليش رياضه صفحتين؟ ها مو شغلي يا حبيبي. أنا كاتب لكم أهم تحقيق صحفي صار من 40 سنة وشهر ويومين. تسك الخط في وجهي حمار. براويك أنت وربعك إذا ما خليتكم تندمون واحد واحد خصوصا رئيس تحرير أبو نتفل في شعره. سمعت صرخته؟ صارت الشدوخة. يلا أبوي انصيده ونودي حق الشرطة. تحب نعزم من ربعك؟ ما ادري. خلص خل هذي صوبي
انا اعرفهم واحد واحد، ننزل بعدين انا وياك ونشتري الزينة والهدايا. حياك حياك يا ابو ناصر، تفضل يا جارنا الطيب. احسنت وما قصرت، بس الله يسلمك انا مستعجل شوي. مستعجل خير؟ بغيت الصورة. صورة؟ هاي صورة الله يهداك، صورة ولدي اللي تسلفت مني امس. ايه ايه صورة ايه؟ صورة الحين الحين ان شاء الله. حاضر حاضر. ابو ناصر. نعم. دريت ان ولدي رجع. ها ولدك رجع من السفر اليوم. ايه مبروك بالمبارك. ياب معاه شنطتين، شنطة فيه ثيابه والثاني فيها هدايا لنا وللجيران، بنوزعهم بعدين. الحمد لله على السلامة. هو في غرفته الحين مع أمه، والصورة هناك بروح أجيبها الحين. إيه الله يكون في عونهم، محرومين من العيال ويتوهمون إن عندهم ولد. يا أبو وليد أبغيك تنزل السوق وتشتري له ثياب. حاضر من عيوني. كنت أكلم عن عيد ميلاده بوشر. ما تنسين شيء يا أم وليد. إيش رأيك نسوي الحفلة في الحديقة؟ اللي تشوفينه. أنا تعبان أبي أنام. الولد تعبان خليه يرتاح شوي. ارقد يا حبيبي. هذه 60 دينار أقساط السيارة. وهذه أقساط السيارة. صبر صبر بقي بيزة رعي البرادة نسيته. يلا هذه 15 دينار حق رعي البرادة. انزل هذه رعي البرادة وانا بعد ما عندي شيء خلاص البوك يصبر. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ أقدم لكم نفسي. هو مين؟ احنا تعبنا وايد محتاجين نرتاح. بس احنا مرتاحين الحين، وليد نسونا كل التعب. ما اختلفنا ما اختلفنا، لكن انا اقول نسافر اسبوعين. نسافر؟ ايه انا وانتي ووليد. سويت لك الكيك اللي تحبه، اكل يا وليدي. ها شلون؟ لذيذ. ابقيك تكمل الصحن كله. العب لا مللتني ساعة وانت تفكر. هذه ما صارت. انت عبالك بهالحركة بتغلبني؟ كش ملك غلبتك. قفلتي الباب؟ لا تركته مفتوح. أحسن يمكن يرجع الليل. في كل شيء، شكله وويهه وعمره. عيونه، شوف عيونه. نفس العيون، نفس النظرات. وشعره نفس اللون، نفس الشعر. كأني أشوف قدامي ولدي. ما تغير، ما كبر.
شو اسمك يا باري؟ ما ادري، امي تسميني هيثم وابوي يسميني هيثم، اصدق من فيهم؟ ما ادري. نفس الصوت نفس الاسم، تشبه ولدنا في كل شيء. اعتبر البيت بيتك. العب، صارخ، كسر، لا تهتم، ما بنقول لك شيء. سوي لنا الكيك اللي حبه يا ام هيثم. ان شاء الله ان شاء الله يا ابو هيثم. من عيوني. حياك حياك، استريح، ودي اسولف لك، تفضل حياك. اعقل، لا تمشي بارمي. ايش فيك مينون؟